يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الملاحدة ألا يعتبرون منكرين لتوحيد الربوبية؟ منكرين في الظاهر، إلا في الباطن مهنا عاقل ينكر توحيد الربوبية، لأنه يعلم أن مهنا مخلوق إلا وله خالق أبدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. العاقل ما يمكن أنه يجحد الخالق، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، كل مفعول لا بد له من فاعل، شيء معروف، حتى البهائم تدرك هذا، البهائم تدرك هذا، ولذلك لو ضربها شيء وهي غافلة التفتت شو هذا اللي ضربها، لأن فطرتها تدلها على أنها ضربة لها ضارب مؤثر. ما إلا إنسان مهبول مختل العقل هذا ما يعتبر، لكن العاقل يدرك هذا. نعم، وأنهى الكون ما وجد بنفسه ولا وجدته الطبيعة كما يقولون، ما له موجد وخالق. نعم.